ستوب. طيب فاحنا الاكزامبل بتاعنا هيكون هي المحطه دي، نفترض ان هي دي محطه ويست ووتر تريتمنت بلانت بتطلع افلوينت بتاعتها ترميها في البحر بعد ما تعالجها من النقطه دي بالظبط، دي الستارتنج بتاعها، بتمشي 1000 متر عمودي على الشور لاين. اوكي، اول حاجه نعملها هي ان احنا هنرسم الشور لاين، ونفرض مثلا ان احنا هنحتاج نحتاج موديل قد ايه، مثلا نخليه مثلا 15 كيلو يمين و15 كيلو شمال مثلا. ماشي. اوكي، فهنقول ميجر باث من اول نقطه اللي احنا عايزينها، هي دي البوينت اوف انترست. اعتقد كده كتير، ممكن ناخد 10 كيلو يمين و10 كيلو شمال بس كفايه. كده كام؟ لا كده مش 15 كيلو. حط الكهرباء البارون كان عاملين برج كله 10 كيلو، ما كناش برج البارون بس. بالتقريب حطيت ايه؟ بقول لك محطة كهرباء البرولوس بينهم وبين برج البرولوس حوالي 10 كيلو. 10 كيلو تمام، هي كده اعتقد دي كده حاجة كويسة. ماشي، ممكن نبتدي الموديل بتاعنا من هنا، نقول له ارسم لي باث اي حاجة، بس اي حاجة بعلم بيها بس. ماشي، تعال نقيس من الناحية التانية. ده كده ايه؟ طبعا الموديل اعتقد مكبرينه جدا يعني. تمام، تمام. فاحنا هنبتدي نرسم الشور لاين من اول النقطة دي لحد النقطة اللي هناك. اوكي، تعالوا نرسم الشور لاين roughly estimate، يعني هيبقى بالشكل ده. ممكن نعمله بقى بأي دقة احنا محتاجينها يعني، بس انا ما اعتقدش ان هو هيبقى مؤثر قوي في الاكزامبل اصلا. على حسب برضو الريزوليوشن بتاعت اعتقد الجريد نحدد الدقة، يعني ما اعتقدش ان في حاجة هتأثر يعني. اوكي، بس ما وصلناش. تمام، اوكي، ده كده الايه الشور لاين بتاعنا ديليت. ده برضه بشيله. جميل. طيب الشور لاين دي من نقطة الافلونس، عايزين برضه نعرف مكانها في الانترسكشن مع الشور لاين، فنحط مثلا حاجة هنا كده طالعة، هنقول ديت effluent starting location. حلو، وهنيجي هنقول مثلا عايزين ندخل حوالي 10 كيلو في المايه، هي هتمشي هتدخل جوه كيلو 1000 متر، فاحنا ممكن ندخل 5 كيلو كفايه. ماشي، تمام، ويبقى الموديل بتاعنا مستطيل كده. تمام. طيب هناخد ايه بقى؟ هناخد ال 2 shape file ال KMZ files اللي احنا عملناهم دول trial Delft3D. اقول له save place as، خلينا نعمل folder بره cancel. اوكي، alt tab، عايز اجيب ال desktop، هنعمل new folder ممكن نسميه trial Delft3D. اوكي، نفس الاسم نسيب فيه ال KMZ بتاعتنا. فين هي دي؟ Save place as KMZ. أي حاجة. طيب هناخد الكلام دوت ونحطه على الجلوبال مابر.
الكنترول مابر ده بيستقبل KMZ files، بيستقبل DWG files، shape files، أي حاجة بيستقبلها تقدر تظبط عليه البروجكشن بتاعها وترجعه تاني. فأنا هفتح الجلوبال مابر أوكي. جلوبال مابر بتعمل صح؟ يعني ما بيسطرش يعني ايه بيسطرش؟ بيسطر لا بيسطر وليه لازم لايسنس وبتاع. طيب هنرمي عليه الـ KMZ file ده. ادي كده فتحنا الـ KMZ file بتاعنا، ادي الشور لاين، وادي المكان اللي بيرمي عنده بداية هو كاتب عليها ايه دي؟ effluents، اسم الـ shape file ده شور لاين effluent starting location. هنفتح أول حاجة من configuration أو ممكن من tools configuration الـ دي أو دي، تمام؟ أنا بحب أستخدم الـ icons. هو بيقول لنا الـ projection بتاعه geographic coordinate system وده WGS84. فأنا هقول له أنا عايزها UTM. هو اوريدي ظبط المكان اللي زون على طول في مصر، فزون 36 WGS84. قول له ابلاي اوكي. كده البروجكشن بتاعنا اتظبط، ولكن لو قفلنا كل التعديل اللي احنا عدلناه دلوقتي ده ضاع، لازم نعمله اكسبورت تاني بالبروجكشن الجديد. بالبروجكشن الجديد. فقبل ما اعمل اعمله اكسبورت على طول، اقول له اكسبورت. اكسبورت ايش؟ شو فايل ولا ايه؟ اكسبورت فيكتور فورمات. فيكتور فورمات، فيكتور ده اللي هو لاينز بوليجونز بوينتس اركس اي حاجه فيكتور يعني. ملهاش يعني لو راستر دي ايمج صوره ساتلايت ايمج بتاع دم الكلام ده. الليفيشن جريد لا سوري الليفيشن جريد فورمات زي الدم التن راستر اللي هي واحده داتا كلام حاجات كده. طيب احنا فيكتور فورمات هقول له عايز دي دبليو جي. لازم تقيم بالظبط دي دبليو جي اوكي. Don't include display labels. ماشي مش فارق اي حاجة تاني اوكي. عايز سايبها فين؟ عايز احطها على الديسكتوب. فايل Delft3D ونحط هنا DWG from KMZ. شكرا الجلوبال مابر. نطلع على الـ DWG. خلونا نفتح الايه الفايل ده اوكي. ماشي اهو from KMZ. افتحه بالسيفل ولا ايه؟ ايه هفتحه بالاوتوكاد عادي عشان لو مش اصور مش هنعمل 2011 يعني ما غيرتوش من ساعتها. اصلا مش بشتغل على الاوتوكاد، اصلا بشتغل على السيفل. انا مش عارف اسطر 12 بس ما عندك سيفل كان ده السيفل بيعمل حاجات احسن. لا انا قصدي يعني هو السيفل الاوتوكاد وشويه حاجات ثانيه مش هتعمل حاجه زياده. بس مش عارف صوت الاوتوكاد 2010 عندي عشان البايب تو كاد. عشان نستخدم البايب تو كاد ولا ايه؟ لا لا انا عايز اوتوكاد نفسه. يعني اشمعنى 2010؟ لا لا بحب 2010 ماشي. ما بقتش غيره يعني ولا عندي معايا كتير لو عايز. طيب هو انك 2012 تقول ماشي في 16 عام تطور انت. طيب بصوا يا جماعه هيفتح ان شاء الله. ان شاء الله هيفتح دلوقتي ان شاء الله. بس نقفل الريكفري ده. يلا يا عم الكمبيوتر اوكي. خلينا نشد الفايل ده تاني، نحاول نفتحه هنا. كنتين يوبن دي دبليو جي فتح لقينا واخد دو لون اهو اسود. طيب ادي ده كده هنشوف اليونتس جايه ان ميترز. احنا كده في السليم تمام. ساعات بتيجي في الانشز ما دام، بس هي ما دام لو هي جايه في الانشز من جايين معلمين عليهم كنترول شيفت سي تو اوريجن 00 ونروح نفتح واحد جديد مترك مترك ونعمل لهم بيست فيه تنزل في مكانها مظبوط عشان نكمل شغلنا بالميتر بعدها. طيب بما ان دول كده فاحنا ما عندناش مشكله. فطيب احنا ممكن نغير اللون ده صح؟ يا ريت عشان مش شايفين حاجه. انا ولا انا خلينا نقول اصفر يعني. طيب نعمل مثلا بولي لاين من هنا هنا
تقريبا دي الجريد الصغيرة دي اللي هطلع منها عمودي على الشور لاين. اوكي تمام. هعمل خط كده عمودي ازاي كنت بتعمل اكتب تحت ال اوكي كده اعتقد اكتبها لاني مغيرش فيها حاجة يعني. تمام هناخد ده اقول له offset اي طريقة بقى يعني ايه offset unknown command offset هو بس هو بس فعلا هي بالسيبل كده برضو عارف. طيب او نقول له 1000 متر specify object to offset دي عايز انحب نقول له ده نعمل extend للخط ده هادي المكان الافلونت بتاعنا عرفناه هناخده موف نحطه فين هنا نمسح ده خلاص مش عايزينه في حاجة كده ادي عرفنا مكان الايه الديسشارج بوينت اللي احنا هنحطها اوكي تمام محتاجين ايه تاني محتاجين نطلع كل لاين كده برضه ممكن نخليه بارل ده اوكي هنا هناخد ده نفس الكلام offset 5000 specify point on side ماشي هنا عارفين مهم ما عملتش في حاجة غلط صح؟ ادي خط 5000 خليها كوبي عليها خلاص ناخد كوبي هناك تقريبا هتلاقيهم قد بعض حلو قوي المودل على كده ده ممكن ناخد ده المودل على فكره ممكن نصغره كمان شويه اعتقد ان احنا كده مكبرين قوي يعني مش انت بقى هتعمل حاجه من يعني هتصور المش هتاخدها من كبير لصغير وكده ولا اه بالظبط بس فكرة ان كده هياخد وقت في الرن وحاجة كده هياخد وقت هيضيع وقت مثلا ايه 5 و5 ماشي 5000 تمرين 5 كيلو نقول له هنا 20 مين الناحية التانية برضه شمال 5000 نمسح بقى البيضة حلو قوي الموديل على كده اوكي ده بشكل مبدئي كده ممكن نستخدمه في اننا نستخدمه كلاند باوندري اوكي كلاند باوندري لاند باوندري هوريكم بنعمله ازاي دلوقتي انا بس عايز هو دلوقتي مش لاند باوندري هو دلوقتي عادي هو دلوقتي خطوط شويه خطوط على الكاد تمام هنحولها لاند باوندري ازاي لاند باوندري لاند باوندري عندي اللاند في الاتجاه ده بس لا لا بص في الدلف 3 دي اللاند باوندري دي بتبقى باوندري لاينز بتمثل الارض بتمثل حدود البحيره بتمثل حدود الايلاندز بتمثل اي حاجه انت عايز بتمثل المكان اللي هتبني عنده المحطه يعني مكان انت عايز دايما يبقى باين في الخلفيه اوكي تمام حدود المشروع حدود اي حاجه تمام فدي اي باوندرز عايز تحطها ممكن تحطها فده حدود البروجكت بتاعنا اللي هنبني عليه بعد كده الجريد فعشان نحوله محتاجين ان احنا سيف الكلام ده كله تمام هو متسايب دلوقتي على الكاد الكاد فايل اللي احنا ابتدينا شغل عليه دي دبليو يعني خلاص اوكي ايه ده دي دبليو يعني خلاص بالظبط خلينا نقفله هو ده هفتح جلوبال مابر تاني هي دي جلوبال مابر حفظكم الله دي دي دبليو جي بتاعنا هحوله لاند باوندري بقى دوت ال بي بي تمام بصوا هو الاصفر في ابيض ايوه هو الحاجات باين خفيف قوي كده بس عايز اتاكد تمام طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل هنا كده فولدر جديد اسمه Delft3D Components تمام هناخد الكلام ده اتاكد بس البروجكشن بتاعه مظبوط
UTM. احنا كل شغلنا UTM عشان يبقى متريك. اوكي انا export vector format ده المرة اللي فاتت بس هختار دي Delft3D and boundary رقم حتى global proper عارف Delft3D اللي هو يساوي واقي كل اللي عندك بس ايه؟ هو واقي كل اللي عندك بس قول لود داتا ماشي تك تك تك. طيب عايز احطه في اي فولدر هنا نسميه project boundary ادي اللاند باوندري. لو فتحنا اللاند باوندري ده انا فتحته بحاجه غلط ايه ده هنا حاجه تبع الاكسس لا لا ده حاجه الاكسس بتاع حاجه تبع الاكسل. بص انا هفتحه كانه تكست فايل هتلاقيه بيشرح الخطوط كنقط starting point والending point. بصوا كده يقول اسم الخط اسم الخط عدد النقط الاثنين في ثلاثة يعني هم ايه اثنين في ثلاثة دي هو من يعني two columns مش دي coordinates two rows في three columns واحد اثنين ثلاثة الصفر ده الـ z x y z تمام هو مش واخد زد فهو مش مع او حطه زيرو تمام 16 بوينت دي كده 16 بوينت اكس واي زد وكله خط بيعرفه لوحده احنا لو عايزين نزود واحد ممكن مانيولي ممكن نعرفه كده يعني نقول له مثلا اسامه ده اسم الخط تمام هنقول له عايزين نكون مينيمم من نقطتين ثلاثه نديله شويه كورنتس سبيس اكس واي وزد تك 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 تمام بس يو تي ام احنا شغالين يو تي ام فنديها له يو تي ام تمام ده عايزين نزود حاجه مانيولي دي طريقه برضه دي ممكن اي ممكن اكتب الفايل اصلا لو انا عارف الحاجات بتاعتي اكتب الفايل بالظبط لو عارف ستارتنج والاندنج لوكيشنز اللي عايز تبني حواليهم الموديل نزلت مثلا فيل رفعت نقط وعايز هي دي اللي هتحوط تمام يبقى عندنا فايل جميل لذيذ هنبتدي نحطه على ديلف 3 دي نفتح ديلف 3 دي هو ده اول حاجه بنعملها هي grid and symmetry تمام بعد كده بندخل على ال rgf grid نحدد بقى الجريد بتاعتنا ونبنيها طيب بما اني لسه مش عارف انا لو عملت جريد في اي حته هتنزلي في اي حته في العالم انا عايزها تنزل في المكان المظبوط فهستخدم اللاند باوندري اللي جاي من جوجل ايرث امبورت لا من هنا اتريبيوت فايل اوف اللاند باوندري تمام امبورت دي بتدخل بيها جريد معموله قديمه اس بي اي كده طيب ندخل هنا بي سي 4 ديسك توب Delft 3D trial اهي Delft speak components ادي اول حاجه هي اللاند باوندري نزلت واتقرت عليها طب عايزين دلوقتي نبتدي نبني جريد اول خطوه بنعملها هي ان احنا بنعمل حاجه اسمها اس بي لاينز اس بي لاينز هقول له اس بي لاينز ايديت جاي حول لي تولز هنا الاس بي لاين فاحنا دلوقتي على نيو بعمل ايه بقى؟ بدوس ليفت كليك واجي هنا بصوا عايزين نعمل بانينج بندوس كنترول ونتحرك بالماوس ده البانينج بتاعنا هنا ونيجي هنا هقول له كمان ليفت كليك خلصت خلاص رسم ادوس رايت كليك جميل اروح على حته ثانيه لو ما دوست رايت كليك لو جيت دوست هنا بعد كده هتلاقيهم جاي موصل الخط كده على اخر نقطه هاجي هعمل نفس الكلام هنا كده 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 بالتاريخ كده صح؟ ايه؟ اه عملنا الشكل بتاعنا يعني انا دلوقتي عندي مشكله ان انا رسمت النقطه دي فوق شويه عن هنا دي الخط طلع فوق شويه في هنا ممكن اقول له موف بوينت اقول له ادوس مره على النقطه دي الاول ادوس اول دوسه علمني على الخط يقول لي عايز تغير اي نقطه فيه عايز اغير النقطه دي بقى شكلها عامل مربع عايز اوديها فين عايز احطها هنا بعد كده ادوس رايت كليك انهي الاوردر اوكي نرجع تاني للنيو في بقى نيو ديليت اد بوينت موف بوينت ديليت بوينت كده نعمل نفس الكلام هنا كنترول بانينج تك تك اوكي هنا بقى دي عايزين الاكيرسي هنا تبقى عاليه فهنعمل ايه؟ هنقوم جايين مضيقين نحط مثلا اس بي لاين في الحته دي واس بي لاين في الحته دي
و اس بي لاين الحته دي. وبالتالي ممكن نحطه هنا. كده انا بحاول اقسم الجريد بشكل منتظم بس انا عايز الحته دي تكون دقيقه شويه فعشان اخليها في الواي اكسس دقيقه في الاكس اكسس هقوم جاي راسم ده هنا كده ضيقت الاثنين دول في الاكس اكسس ودي عايزها تكون دقيقه برضو فهقوم جاي نزود واحد في الواي اكسس كده لو حطيته في الاكس اكسس واحد زياده هيزود لي الاكيورسي بتاعت الواي اكسس تمام هنيجي ندخل جوه سيتنجز جنرال سيتنجز هقول له حط لي ال M refinement factor يعني ايه ال M refinement factor وال N refinement factor ال M وال N دول انتوا عارفين directions بتاعت كده ده ال M وده ال N زي السابق بالظبط فال M refinement factor لو خليتها 3 وبعد كده قلت له اعمل refinement لل SP lines دي هيقوم جاي من كل بلوك من دول كل بلوك من دول هيقوم جاي مقسمه 3 في 3 لو قلت له 10 في 3 هيقسمه لي 10 في اتجاه ام في 3 في اتجاه ام فانا هقول له هنا انا عايزه تعالوا نقيس تقريبا احنا نقيس ازاي لو احنا عايزين نعرف تقريبا احنا محتاجين ايه ونجيبه ازاي كانسل هنروح على علامه الهيلب دي ونيجي هنا ونرمي الهيلب شغال كده في فاينايت ديفرنس فاينايت ديفرنس نرمي الهيلب بايه تقول ايه بصوا علامه البلس اللي جت طيب كل ما نبعد هنا دي مسافه دي مسافه وكل بتحرك حوالين الهيلب بصوا تحت هنا ديستنس كذا متر 800 وشويه فاحنا مثلا ده في اتجاه ال ام تقريبا 200 1200 ماشي وده 700 قول في 700 خد بالصغير يعني 700 قول 800 يا عم 800 احنا عايزينه يكون مثلا 100 في 100 يعني يخليه 8 في 8 اوكي 8 في 8 8 في 8 تعالوا نجرب ولو ما عجبناش نعدله تاني نشيل بقى علامه الهيلب دي عشان الميجرمنت تول دي تروح في حاجه مهمه قوي هو ممكن يضرب في اي وقت من الاوقات لو عملنا حاجه غلط فعلشان نحافظ على اللي احنا وصلنا له هنقول له اكسبورت اس بي لاين علشان احنا اوريدي عندنا لاند باوندري فهنسيف الاس بي لاينز كفيكسد بوينتس هذه ال SP lines عشان لو راحت بصوا دوت SPL ايوه فنعرف ان هي SP line اوكي بصوا بقى الحركة الجاية دي ده بيعمل change SP lines into grid او ممكن نيجي من operation هنا برضه change SP lines كل حاجة موجودة من فوق او من هنا اوكي بصوا اللي حصل هنا الدنيا بقت اضيق شوية من فوق ولكن ال المسافات دي النقطة اللي احنا نحط فيها الافلون بتاعتنا ممكن نحط واحدة هنا واحدة هنا ونقسم الفلو عليها واحد دي هنا هتبقى 144 في 84 طب احنا مش لو مش متأكدين مين الام دايركشن ومين الان دايركشن ممكن نعمل ايه ممكن نقول له operation domain او delete grid رجع لنا الوضع اللي فات ماشي ونرجع هنا تاني نقول له خلي لي دي 10 هي كانت 100 خليها 12 كانت 1200 صح؟ ودي 8 اوكي حول لي ده واضح قوي ان هي مش متساويه ديليت كريد نعكسها دي 8 ودي 12 ال N 12 وال M 8 اوكي بصوا ال N الكبيرة هي دي ال N كده دي الـ N ودي الـ M دي كده تقريبا مربعة دي كده أعطاها كويسة لو جينا نقيس تلاقوها 100% تقريبا 96 88 تمام ممكن نبتدي نشتغل بده اوكي هنعمل ايه بقى هنبتدي نظبط بقى الجريد احنا ممكن خلاص نشيل الـ SP line ده operation delete sp line ادي الموديل بتاعنا هنبتدي نظبط الجريد دي ازاي ممكن نشيل كمان ال view شيل لي ال land boundary انا مشلتوش بس قلت له ما تزورهوليش ايوه تمام دي لو جينا نشغلها كده غالبا الموديل هيعمل كراش النيوميريكلي
numerical problems يعني. فمحتاجين اول حاجه نعمل orthogonalization orthogonalized grid، يعني ايه؟ يعني يخلي الاكسس العمودين على بعض، لو في curvature بيحصل في الشكل بي بي بيحاول يظبطهم يبقوا عمودين على قدر الامكان. فبقول orthogonalized grid هذا مره يعني هو بيقعد يحبصوا، هي كل مره بتقعد تتحسن بتقعد تتحسن لغايه ما ايه توصل لنا لوضع مش هتحسن فيه تاني. ممكن نقول له view grid property continuous shades ماشي، بعد كده نيجي من edit نقول له من grid اظهر لي، لا سوري من operation grid property orthogonality، ومن view ال grid property continuous shades. شايفين الازرق هنا الرينج صغير جدا 0.01 0.25، انا اعتقد ان الاورثوجونالتي كده حلو قوي. ده كونتور لاين او يعني كونتور لاين بس بالالوان للاورثوجونالتي، يعني لو وريتها لك في الاول مش هتبقى زرقاء خالص، هتلاقيها محمر جدا، الاورثوجونالتي تبقى بعيده شويه. تمام احنا كده الاورثوجونالتي تمام خلاص. فهنقول له تاني حاجة عايزين نظبطها هي ايه؟ خلينا نشيل بس الـ view grid property و grid property، رجعناها للشكل الطبيعي. طيب احنا عارفين فاكرين المكان بتاعنا اللي احنا كنا هنرمي فيه الـ effluents بتاعتنا ده؟ تمام؟ عايزين نخلي الحتة دي more finer يعني. نعمل ايه؟ نخليها more finer. ممكن نيجي مثلا نقول settings general هتخلي 2 في 2، يعني هعمل ريفاينمنت لحتت معينه بس هخلي الواحده تتقسم على 2. اوكي طيب، وهقول له هنا ايديت جريد ريفاين لوكالي، لوكال جريد ريفاين جريد لوكالي، وهقول له هيقول لي عايز تعمل ريفاينمنت فين لفين؟ اختار الجريد صح؟ ايه؟ من فين لفين؟ من فين لفين؟ هقول له من هنا دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللي هنا تقريبا. بص عمل ايه؟ قسم لي كل اللي ما بينهم في الدايركشن ده، كل واحده اتقسمت 2. تعمل عكس برضه ولا ايه؟ هعمل نفس الكلام هنا. طول ما انا ما دوستش اسكيب تقريبا هو نفس الاوردر شغال. تمام فانا هعد برضه 1، انا هنا هحذف هنا فأقول 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 حلو. ممكن ننزل كمان 5 5 بس. طيب دي 1 2 3 4 5 وعد دي 1 2 3 4 5. شفتوا اللي حصل بقى؟ الحته دي بقت فيريفايد، حتت الباقيه ابتدت تبعد بقى شويه. بس الكلام ده برضو ما ينفعش، الكلام ده كده مره واحده بدل ما هي كانت ماشيه باترن، الباترن اتغير مره واحده بالظبط. فمحتاجين نعمل حاجه اسمها سموثنس، نعمل سموثنج للجريد بان هنا برضو من ايديت جريد لاين سموث. تمام وهقف هعمل اول سموث في الدايركشن ده من هنا مثلا لغاية الآخر واحد كذا مرة، يعني كل مرة بتحسن 2 3 1 ماشي مش مشكلة. تعالوا نعمل، بصوا بقت ايه بتحصل تدريجيا يعني مش فجأة. اوكي هنا نفس الكلام. اوبس ان شاء الله مش هيفرق عندنا، بس في حاجه غلطات كده بتاعت تسرع بساعات بتخليه يعمل كراش. تمام ادي كده بقى سموث بسرعه قبل ما يكراش، احس ان هو هيقعد دلوقتي. اكسبورت جريد ده في الكومبوننتس هنسميه جريد 001. اوكي ده هو عملنا اكسبورت للسبلاينز، عملنا اكسبورت لللاند باوندري والاس بي لاينز ودي جريد. اوكي
طيب محتاجين لو بصينا بقى دلوقتي على الاورثوجوناليتي هتلاقوها باظت بسبب اللعبة اللي عملناها ده، فنروح نظبطها تاني. بس انا عايز اوريكم المرة دي الكتور view previous grid grid property then you shade. بصوا باظت من هنا باظت من هنا، فنقول له من هنا orthogonalize grid same thing orthogonalize grid ونظهر ال legends اهو بتحسن. تمام خلصنا الorthogonality، ممكن نبتدي بقى نشتغل على الجريد بتاعتنا. تمام سيف بقى تاني اكسبورت الجريد تاني ممكن دي يس. خلصنا الشغل على الجريد كده كده بنينا الجريد اللي هنشتغل بقية الموديل عليها. طيب اوكي ممكن نقفل ده بقى دلوقتي، نبتدي نعرف له الباسيمتري بتاعه. في طريقتين نعرف لهم باسيمتري، يا اما يكون عندنا مثلا ساتلايت ايمج او ديم مايا مثلا ديش الفيشن موديل من اس ار تي ام ايوه فيها الاليفيشن نعرفها للموديل، او ان احنا ندخل على دلف الداشبورد وناخد منه الاليفيشن ده او ده. بما ان ده بحر فغالبا احسن ندخل دلف الداشبورد وناخد منه الدم ما بيجيبش الميه، الدم ما بيجيبش الميه بيجيبها صفار تقريبا ما بيجيبهاش دقيقه. فخلينا ندخل على ال ايه دلف الداشبورد، احنا ممكن نقفل ده دلوقتي. طيب اطلعنا من ده بايه؟ بجريد ولاند باوندري واس بي لاين. الانكلوجر دي لازم تبقى مع الجريد على طول، مفيش جريد من غير انكلوجر. دي الاكتف اكتف سبيس اللي هو بيشتغل عليها. يعني ممكن لو اغير حاجه في الانكلوجر او ارن جريدايه مع انكلوجر ثانيه، يعني تبقى جريدايه كبيره بس الانكلوجر قافله على جزء معين، الجزء الصغير ده هو ده اللي هيشتغل. الباقي ده كله مش مقري اساسا. فدي الانكلوجر اللي هو شايفه. اوكي. هنا دلوقتي لا مش هنا، احنا فين؟ هنا. طيب الخطوة اللي بعد كده دلف الداشبورد، بنفتح دلف الداشبورد ادي هو ده دلف الداشبورد. اول حاجة بنعملها في دلف الداشبورد ان احنا بندخل على كورنيت سيستم نعرف له كورنيت سيستم بتاعنا ايه. احنا يو تي ام نعرف له اني زون ثانيه انت معرفها كل مره تفتحها لازم تعرفها تاني. انا هدخل على كورنيت سيستم سيلكت يو تي ام زون. تمام اول الموديل اند تول بوكس انبوت ويل بي ديسكاردد كونتينيو يس. احنا في اني زون؟ احنا في زون 36 هي دي تقريبا هي دي زون بتاعت ايه مصر 34 35 36 هي دي مصر. فايه احنا هنا نقول له اوكي هيقوم جاي هو عامل زومينج على اللوكيشن اللي احنا اخترناه ده. هو بيحمل دلوقتي الساتلايت ايمج وال اوكي احنا هنقول له عايزين نعمل زوم على او بلاش مش سهله هنقول له اوبن سيلكت وركينج دايركتوري. الوركينج دايركتوري ده هو اللي احنا بنسيف فيه الشغل بتاعنا ده مثلا، بحيث ان احنا مش كل شويه نعمل براوزنج للداتا بتاعتنا. هو على طول اول ما نفتح اد اي حاجه هيجيب لنا تمام ده الوركينج دايركتوري. هنقول له اوبن ام دي اف لا ازاي ندخله جريد، عايز ندخله دلوقتي الجريد اللي احنا عملناه هناك. تنزل هنا تمام تول بوكس هنختار موديل بيلدر موديل ميكر. تمام نيجي هنا دومين هنقول له خدتوا بالكم عملت ايه تول بوكس اخترت موديل ميكر كده جيت على الدومين هنا. لو ما عندناش جريد ممكن نعملها هنا في الستيب دي، بس احنا عندنا جريد فهبتدي من اول الدومين. هقول له اوبن جريد بتاعتنا ادي جريد اوبن انكلوجر فايل اللي دايما بيبقى مع الجريد دوت اي ان سي. تمام هو اوريدي اول ما قراها عرف لنا الداتا بتاعتها هي 45 ام و 94 ان. نمبر اوف لايرز احنا هنا ممكن نحدده له، بس يعني يستحسن نخلي الحاجات دي تحدد بعدين. احنا جايين هنا علشان نجيب الباسيمتري بتاعت الجريد دي وبس، فخلينا نروح نجيب الباسيمتري بتاعتها. الباسيمتري هنا لو عندنا باسيمتري
ممكن نعمل لها لودنج هنا على طول، ويبقى احنا اوريدي هي موجودة عندنا فمش محتاجين نيجي هنا، او ان احنا ممكن نعرف لها 10 متر 5 متر بس هتبقى يونيفورم على بتاع كله. اللي احنا عايزينه ان احنا نجيب الباسيمتري من الداتا بيز بتاع الدفتر. طيب فهندخل فين هنا؟ على مين؟ الداتا بيز اللي هي على تول بوكس، ندخل على باسيمتري. اي حاجه مش عندنا عايزين نجيبها ندخل على تول بوكس. جميل. باسيمتري نختار الداتا موجوده يعني كلها. نختار ممكن جابكو. بصوا حتى الاس ار تي ام هي موجوده. انا اعتقد جابكو او 8 ده كويس. جابكو تمام. احنا حطينا الجريد بس هو ما عملش عليها زومينج، انا مش عارف ليه. جيمكو ده الماني، معهد الماني. مش عارف صراحه. بصوا الجريد بتاعنا هنا ايه. احنا ممكن نيجي من هنا من باسيمتري نقول جيبكو 8 او وريني. انا فاكر كان في واحد كويس بحاول افتكر اسمه. هجيبها لكم دلوقتي حالا. واضح ان هم عملوا ابديتس اصلا في حاجات جديده اهي. هي دي اي ام او دي نت. هنختار التاني واحده هنا. هي دي بتجيب باسيمتري حلوه للبحر بالذات. احنا اللي يهمنا البحر، فاحنا اللي يفرق معانا البحر. حتى بصوا الارض هنا مش طبعا. اوكي هنعمل ايه؟ هنقول له من هنا جابكو يوز داتا سيت جت الناحية دي. هنقول له وريني. أنا مش فاكر كنت بقول له ايه. في حاجة بقى إن احنا نستخدم الجريد بتاعتنا مثلا. خليني أفكر. لا اكيد رسمت في يوز داتا سيت، اعتقد ان هو ده كده. ممكن نقول له من هنا فايل فيش سيف دبت فايل. دايما كنت بجيب دايما في حاجه جنريت. ايوه هي جنريت. استنى بقى، في عندك زد ماكسيمم زد مينيمم ست. ما هي ماكسيمم زد ده الاليفيشن مثلا يعني. ماشي offset يعني. مش عايزين يحصل offset لأي حاجة، كل حاجة في مكانها. generate هو generate هيطلع لنا dot depth file، بس هنا الديفولت بتاع بيطلع dot tst test يعني. احنا نغير الاسم نخليه depth 01. اوكي save. شكرا جزيلا للجيبكو. ممكن نقفل ده دلوقتي. ادي الدبس بقى عندنا. نرجع بقى لدين للدلفس 3D. ندخل على الكويك ان دي تاني واحده. بصوا دي تاني واحده بعد الجي ار اف جريد. جوه ايه؟ جوه الجريد. كل ده جوه الجريد. كويك ان فايل امبورت جريد. هنفتح الجريد بتاعتنا. فايل دلفت دلفت كومبوننت. ادي جريد. حط عليها الدبس. ايه رايكم؟ تمام. حط عليهم الله اكبر حاجه كويسه جدا. حط عليهم بقى اللاند باوندري. نزل اللاند باوندري اهو الماسوره اللي داخله جوه. تمام. ممكن عندنا ايه تاني؟ ما اعتقدش في حاجه تاني ممكن نحطها دلوقتي. احنا محتاجين نعمل كام تشيك بقى، نشوف الجريد دي ماشيه مع الباسيمتري ده ولا لا. قبل اي حاجه عشان نتاكد ان الجريد كلها واخده اليفيشن، ممكن تبقى مثلا في نقطه هنا مثلا مش واخده او حاجه، عشان يعني او نقطه احنا مش شايفينها في مكان ما. هنقول له اوبريشن انترنال ديفيوجن. اي نقطة مش واخدة، نقطة مثلا وسط حتة كده حواليها باسيمتري وهي ما كانش عندها باسيمتري، الانترنال ديفيوجن دي هو هيجيب لها باسيمتري من النقطة اللي حواليها، يعني زي انترنال ديفيوجن كده او حاجة.
اوكي طيب هنعمل ايه هنا؟ هنقول بس salinity checks. انا بفكر في حاجه بس دي طريقه، انتوا شفتوا الطريقه اللي احنا جبناها من على ديلف الداشبورد. في طريقه ثانيه ممكن تغمضوا عليكم دلوقتي، انا هجيب لكم نقط واخده زي سيرفي كده معمول واخد basinity ونستعمله. تمام بصوا الاول قبل نسيب ده export depth هو ده، التاني هنسيبه OO2 depth OO2. هنستعمل النقط دي في ان احنا نعمل creating new basimetry للبتاع. فاحنا ممكن نحول points لباسيمتري او باسيمتري لبوينتس. اللي انا هعمله دلوقتي كاني بقى جايب points من survey او حاجه، ان انا هحول الباسيمتري ده لبوينتس اسمها اكس واي زد بوينتس، وهوريكم ازاي لو احنا عندنا اصلا اكس واي زد بوينتس نقدر ندخلها تاني لهنا. فتبقوا عرفتوا ازاي تحولوه لاي باسيمتري تقدروا تجيبوها دلوقتي من على الديلف الداشبورد وتحولوها لبوينتس تستخدموها بقى في اكسل في كاد في اي حاجه تعمل بيها اي سيرفيس. طيب فهنقول هنا فايل من اوبريشن هنقول له كوبي ديبس تو سامبلز. اوكي هو كده عمل ايه؟ No polygon defined, include all depth points, yes. لو جينا من هنا قلنا له delete depth، بصوا عمل لنا points عند كل corner. تمام ال points دي ممكن نقول له file export او هنا attribute ما sample points، هنقول له save samples ونسيبها له xyz هي dot xyz. سيف نوت باد ولا ايه؟ سيف التكست فايل ناخدها بقى. ايوه لو جينا نفتحها تقدر تفتحها على الاكسل تقدر تفتحها. بصوا اكس واي زد تمام جميل. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ دي يو تي ام طبعا. ناخد احنا دلوقتي عندنا اكسل شيت اكسل في اكس واي وزد، هنطلعها اول حاجه بالشكل ده في تكست ثلاثة روز كل رو من غير أي عنوان، كل رو بيمثل اكس واي زد. تمام تاني بعد كده حاجة نعملها إن احنا هناخد الدوت الفايل التكست ده نغير الفورمات بتاعه نخليها دوت اكس واي زد. تمام اوكي بعد كده نقوم جايين فاتحين ال ده عايز اعمل العكس بقى. العكس انا دلوقتي بص هفتحه هفتح كيكين تاني هلود الجريد بتاعي اللي عايز اجيب لها ديبس ريبورت جريد ادي وليه بيطلع عارفين ليه بيطلع كل مره وكل مره جبنا من بره؟ عشان مش محددين الوركينج دايركتري. اول خطوه المفروض نعملها اول ما نفتح نحدد الوركينج دايركتري بتاعنا اللي هو ايه هو يبقى عارف ان هو شغال جوه. تمام نفتح كويك اند فايل امبورت جريد هو شاف على طول الجريد عايزين نجيب لها نقط وعايزين نجيب لها باسمتر بالظبط. هنقول له اتريبيوت فايل ونقول له اوبن سامبل جميل ونلود الفايل اللي احنا جايبينه من اكسل الاكس واي زد نزل لنا هنا. عايزين نحوله باسمتر في طريقتين يا اما حاجه اسمها جريد سيل افريجنج او تريانجلر انتربوليشن. تريانجلر انتربوليشن بتبقى اسرع شويه من جريد سيل افريجنج بس جريد سيل افريجنج بتبقى ادق. جريد سيل افريجنج بتعمل ايه؟ كل جريد في الباسيمتري بتاعتنا نفترض ان في نقطه واقعه هنا ونقطه واقعه هنا احنا مش هتبقى دقيقه بقى كده نازله في الكورنرز بتاعتنا هتبقى سكاترد على بشكل عشوائي. فهنقول مثلا كل جريد تدور على مينيمم اربع نقط واقعه جوه جريد تاخد الافريج بتاعها. لو ما لقيتش الكلام ده بنحدده منين؟ عدد النقط اللي واقعه جوه جريد من هنا تحت settings general parameters هتلاقوا هنا في اهي minimum number of averaging points اربعة. فهو بيدور على اربعة points وياخد الافرج بتاعهم واقعين جوه نفس الجريد ويجيب لهم ال بتاع الافرج بتاعهم يعرفوا للايه للسيل دي. في برضه relative search cell size for averaging هو مش لازم يدور على الاربع نقط جواه هو نفسه ممكن يدور حواليه بشويه. هي دي الراشيو 1.1 يعني 10% حواليه. طيب ممكن لو عملنا جربنا اربعه وما طلعش نقللها شويه نخليها ثلاثه يدور على ثلاثه ياخدهم او واحده او اثنين. احنا اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنجرب جريت سيل افريجنج ما عملتش حاجه عارفين ليه؟ علشان مفيش ولا نقطه واقعه جوه ولا جريد
كل نوع سنتر. فهنعمل ايه؟ في السيريال نمبر ايه؟ فهنضطر في الكيسز دي، لان احنا اصلا كل مره بنعمل الجريد سيل افريجنج ونقلل الاكيورسي، نزود الاكيورسي بتاعتها ان هي تدور على 4 وكده على 3 على 2 على 1، بعد كده لازم نعمل ترانجلر انتربوليشن، لان في حاجات برضه هتبقى لسه ما جاتلهاش حاجه. فترانجلر انتربوليشن، بصوا ثانيه، طلع كل الايه الترانجلز ووصل ما بينهم، تمام. بعد كده هنقول له انترنال ديفيوجن برضه عشان نبقى في السريع. يكون ايه؟ فايل اكسبورت دبس، سميه دبس او او 2. هو غالبا هو نفس الحاجه بس ده بطريقه تانية. تاني بورت يعني. يس. فايل اكسبورت دبس. تمام. ده طريقه تانية. طيب التشيكس بقى اللي كنت بقول لكم عليها المفروض نعملها، نتاكد ان الكلام دوت مظبوط، ان الجريد دي هتمشي مع الباسيمتري دي وتبقى ستيبل. نعرفها ازاي؟ طيب احنا دلوقتي اهو نحط الدبس الاصلي ده عشان لو في حاجه باظت، ادي ده الدبس الاصلي اللي جالنا. في حاجه اسمها كورنت نمبر، دي المفروض تكون وزن الرينج بتاع من 0 ل 10. لو كل ما زيد عن 10 النيوميريكال ستابيلتي هتقل. فاحنا هنعمل كورنت نمبر تشيك operation نقول current number. بصوا هنا قال لنا current number من 0.3 دي كويسة ل 26. الحتة دي هيحصل فيها numerical instability، هتلاقوا في error بيطلع بيقول ان water level عند 0 ل 10 المفروض من 0 ل 10. في error هيطلع لو رنينا بالشكل ده كده، error هيطلع لنا هيقول لنا السيلز كل السيلز دي والسيلز دي حصل فيها الووتر ليفل عالي قوي اكتر من 25 متر، دي معناها على طول نيوميريكال انستابيلتي في الموديل، ومحتاجين نخلي الموديل مور ستيبل باننا نقلل الران تايم التايم ستيب. اوكي طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ في طريقتين، نجرب نقلل التايم ستيب. هي التايم ستيب الديفولت، ما هي الديفولت هو شغال عليها دلوقتي اللي هي تقريبا 60 seconds 1 minute يعني. احنا نخليها 30 ونجرب تاني. كورنت نمبر وصلت 13، خطر برضو، خلينا نقلل سنه 20 20. بس خلي بالك برضو عايزين رقم يكون بالمينتس سهل، يعني 20 ثانية يعني ربع مينت. ربع مينت كالكوليشنز كالكوليتر 0.25 ايه ربع دي مش 15. اوكي انا عارف نفسي 60. اوكي حلو 6 و6 دي كده ستيبل بزياده كمان، يعني ممكن نزودها، ممكن نخليها 16 17 بس يعني مش تحسنش. علشان ايه؟ علشان الران تايم التوتال ران تايم اللي احنا المفروض، لا سوري مش الران تايم، بصوا احنا قدام لما نيجي نرن الموديل بقى نفسه ونكون الموديل خلاص ونعرف الداتا كلها، بنقول له طلع لي حاجه اللي هي الماب ريزلتس والهيستوري ريزلتس. دول بيسجلوا مثلا مش كل تايم ستيب، صعب جدا الداتا تبقى كتير جدا، فبنقول له سجلهم لي كل ساعه كل ساعه ونص كل ساعتين كده. لازم يكون كل قد ايه دي تكون حاجه تقبل الاسم على التايم ستيب، يعني عشان كده يبقى اسهل لما نختار كذا ساعه ساعتين بالظبط، يبقى فيها 0.15 كده يعني وتبقى الاسم على الخمسه دي. اوكي ماشي، لان برضه لو ما ظبطتش هتطلع ايرور وهتجنن بقى الدنيا. طيب فاحنا دلوقتي عرفنا خلاص التايم ستيب بتاعتنا ايه؟ التايم ستيب بتاعتنا هيكون 15 ثانيه ربع دقيقه. اوكي فاين سيف. خلاص احنا مش عايزين حاجه تاني اعتقد ده كده خلاص. هو ايه دوت؟ اوكي ماشي، احنا ممكن نعمل حاجه تاني، نشوف ايه تاني. ممكن اعلمكم بقى ازاي لو عايزين ندخل نعدل في الداتا دي مانيوالي. في طريقتين، من edit ممكن تقول له edit depth، دي كده بتعدل النقطة، تدوس مثلا زومينج كده على النقطة دي
انا عايز النقطة دي هي منسوبة دلوقتي 6.7 او كذا، انا عايزه يكون 5. دي بقى 5، تعالوا دي كمان 5. بصوا اول ما ندخل 4 5. هي ليه ما بتغيرش؟ خليها حاجة جامدة. واحد 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 واحد، المفروض اللون يتغير يعني. تعالوا ناخد حتة هنا كده، دي كانت 20. بصوا اللي حصل ايه؟ بقت دبخ. بقى نيجاتيف 20 وبقى كله واقع في الحته دي. ايوه تمام. طيب لو عايزين نعدل مثلا هنا الجزء ده ونخليه لينير، يعني احنا عايزين الصف ده كله يبقى الصف ده كله يكون مثلا 15. ايديت، هنقول له دبس لينير، هنقول له النقطه دي النقطه دي لحد مثلا النقطه دي. تمام. بس في حاجه احنا لازم نعرف الاول، النقطه دي 15 خليها بقى نحطها صفر، والنقطه دي نحطها صفر، ونقول له دبس لينير ادت دبس لينير من هنا لهنا. لو جينا بقى نقول له هنا وريني، او من هنا برضو الدبس دي ممكن نجيبها من هنا، نقول له نقف عند اي نقطه يجيب لنا بص صفر صفر، كل ده صفر. لو جينا قلنا له مثلا خلي ده كمان صفر، وده نفس الكلام، نشوف الألوان هتتغير ازاي. بصوا الدنيا اصفرت شوية، ايه ناحية الصفر احمر. اوكي في حاجة الليجند ده ممكن نغيره من هنا، ليجند هتقولوا له عدد number of digits اللي بتظهر هنا، ممكن نخليها واحد بس، فده يبقى بوينت واحد. المينيم فاليو ماكسيمم فاليو ممكن نخليها ليميتد شوية، ممكن نقول له مثلا من صفر لحد 12، نخليها لحد 10 بس. تمام. الكلاسز على كام مرة؟ عايزينها على 5 مرات. اوكي بصوا خلينا من صفر لعشرة، ده لو عايزين بقى نحط حاجة في البرزنتيشن بتاع تبقى لذيذة. طيب في ايه تاني؟ في اهم حاجة بقى هنا، احنا اي حاجة اي دبس بيتعرض بالبوستيف ده معناه ان هو فوق سطح الماية ولا ايه؟ ده كده لا، ده كده تحت سطح الماية. اي حاجة بالبوستيف يعني بوستيف فاليو المحطوطة هنا دي، ده دبس يعني تحت سطح الماية، يعني متقاس من سطح الماية، يعني متقاس من سطح الماية وانت نازل تحت، يعني ده تحت الماية. اي حاجة بالبوستيف، عايز تحط ايلاند، عايز تحط ارض، بالنيجاتيف على طول. ده دايما خلينا فاكينه بالاسم ده دبس. ووتر دبس ده بيتقاس من ووتر سيرفيس وانت نازل. تمام. فاي حاجه فوق الارض هتلاقيها لازم بالنيجاتيف، ما ينفعش تبقى بتاع. طيب احنا محتاجين بقى نعدل حاجه اللي هي الارض اللي هي الشور لاين، عايزين نعرفها. فاحنا خلينا نمسح الدبس اللي احنا دمرناه ده دبس. لو مسحوش ليه؟ طيب مش مشكلة، احنا فيها طريقة. لو احنا عايزين نمسح جزء معين نعمله ازاي؟ نقول له edit polygon new، ارسم polygon بالشكل ده، double click في الاخر بال right click. تمام. واقول له operation delete depth، امسح لي الدبس في الجزء ده بس. تقريبا الدبس اصلا هو مش عارف ليه، نقفلها ونفتحها مش هنخسر حاجة، فين عكينا فيها كتير. port grid، ادي grid، ادي الدبس احنا ما سايبناش، فهو ما حصلوش حاجه. تمام. هنخلي كل ده هنخليه مثلا هو هنا اري نيجاتيف نيجاتيف كام؟ 0.97. هو اري نيجاتيف 0.9، احنا ممكن نعرفه كله مثلا نيجاتيف 1. اوكي ايه رايكم؟ يعني متر فوق الارض، نيجي هنا هنقول له متر متر فوق الميه، ونيجي في الاخر هنا نقول له ده كمان متر نيجاتيف 1، ونيجي هنا نقول له دبس لينير من اول نقطة لاخر نقطة، من اول نقطة لاخر نقطة.
خدتوا بالكم؟ بعد كده ايه كله بقى ازرق. تمام جدا، واضح الحتة دي عالية وبتتدرج. الأرض دي ممكن أعمل استراكشر أو حاجة بالأسلوب ده؟ استراكشر ممكن تعمل دايك، بس هو في حاجات زي اسمها سين دامس و في حاجات كده، في سين دامس، وفي لو عايز تخلي السيل المعينة دي أصلا نوت أكتف ممكن تقول له ده دراي، دي دراي بوينت، ما بتمشيش فيها، تقدر تعمل كده. طيب احنا نقول له فايل بقى اكسبورت دبس، وهنسميه دبس او 3، وده اللي هنشتغل عليه. نقفل الكويكن، عرفنا التايم ستيب بتاعتنا بس غيرنا فيها، فاحنا محتاجين نبص تاني. بس معلش انا بعيد علشان ايه بتاع تثبت. امبورت دبس، دبس او 3، نعمل شيك ازاي بقى المره دي؟ 26 لانه عندي فلوس. تمام، تايم ستيب فور كورت نمبر، تايم ستيب فور كورت نمبر، هي دي تايم ستيب. بصوا بقت 6.61. اوكي 6.61. تمام احنا كده كويسين. نطلع بقى نبني الموديل بتاعنا نفسه. كده كل ده كنا بنهيئ الجريد والدبس والحاجات البسيمتري. طيب ندخل في الفلو، فلو موديول. احنا عندنا فلو ويف وبارتكل ووتر كواليتي. ندخل في الفلو، اول حاجه فلو انبوت، نبتدي نبني الام دي اف فايل بتاعنا. طيب هنيجي هنا بره بقى نعمل واحد جديد هنسميه ام دي اف، نخلي ده هو الايه ده وركينج دايركتري بتاعنا هنا، وركينج دايركتري ام دي اف. ندخل في فلو انبوت، اول حاجة هنحط ممكن هنا description، نقول مثلا دي trial trial model. اوكي نحط التاريخ النهاردة كام، اي حاجة. تمام المهم ان احنا عندنا minimum maximum number 10 سطور نقدر نكتب فيهم هنا، ما نقدرش نزود عنهم. وعلى فكرة بيخلصوا، يعني انا ببقى عايز اخد حاجات مش لاقي مكان. يعني الاستكشن دي حاجه مش مهمه، اصل انت لما تبقى قاعد بتعمل مثلا 50 ترايل كل واحد وكل واحده على سيناريو معين، وايه الفرق ما بين ترايل اللي فاتت وكل ترايل ايه اللي بيميزها، كل ده في الديسكربشن. تمام في الدومين نبتدي بقى نحط الدومين بتاعنا اوبن جريد بتاعنا بقى. ناخدها من هنا نحط الانكلوجر بتاعها كمان، اي اثنين دايما مع بعضيهم. اوكي نمبر اوف لايرز 1 لاير، دي معناها ان احنا شغالين 2 دي، هي 1 لاير. لو حطينا له 5 بصوا ظهر لنا هنا ايه الخمسه لايرز. نسبه كونتريبيوشن بتاعت كل واحد كام في الميه لاير سيكنس، فنقدر نلعب براحتنا. خلينا دلوقتي 2 دي. تمام باسيمتري، هل هي يونيفورم ولا عندنا واحد؟ اوبن حط بسيم في 3 values specified at grid cell corners ولا grid cell centers؟ corners. طيب ال cell center value computed the maximum؟ لا المين، المين بتاع ال 4 corners. dry points اللي كنت تسأل عليها و seed dams دي ممكن نحطهم نزودهم قدام، نبرسمهم برضو ونحطهم اوريك. احنا لو عايزين نحط في حاجات كده كتير، كل الحاجات غالبا اللي جايه دي لو عايزين نحطها في حاجه اسمها فيجواليزيشن اريا. هنا اكيد شفتوها مع دكتور مصطفى، فيجواليزيشن اريا تورينا الموديل بتاعنا وعليه كل الكومبوننتس بتاعته، واقدر ازود اللي انا عايزه بالظبط. تقدر تقول هنا ايديت، عايز تحط دراي بوينت هتقول له اد، ايديت بوت اد، وتيجي هنا مثلا زومينج. هي مشكلته في زومينج وبانينج رخم شويه. زوم بوكس، على فكره نقدر نقاد اللاند باوندري عشان نبقى عارفين احنا بنشتغل فين. هنحط ادي بروجكت باوندري اهي زوم بوكس، وهنحط مثلا سد دي. ده كده الدنيا دي هتفيض، انا كده عملت ايه حيطه حواليه. ده كده ممكن الدراي بوينتس، ممكن اقول له ثين دامز وارسم خطوط كده عادي. يعني ممكن ايه احط سين دامس كده، انا سبت له حته ارض مفتوحه اللي هي دي. كل ده وارد. اوكي
delete 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 كل ده ممكن نشيله. طيب ال time frame بتاعنا simulation time reference date اللي هو بيبتدي منه كل الحسابات بتاعته هو بياخده بتاريخ النهاردة اللي هو تاريخ اللي شغالين بيه. simulation start time هو تاريخ النهاردة عشان الاخراج ده اظن عشان لما هتلاقي اللوحة لا ده عشان ده ال run time ده مهم جدا. ده احنا عايزين نعمل simulation لمدة سنة او الشهر او الاسبوعين. احنا خلينا نحطهم اسبوع او كده خلينا نحطهم اسبوع تمام. هو ده الدي فهنحطه 12 تايم ستيب بتاعتنا بالمينت 4.25 تمام. تايم زون سيبكم منه انا مش عارفه يعني بس ما تسيبكمش منه. تايم فريم ايه اكيد بس خلي بالك التايتل داتا اللي جايه هنجيبها دلوقتي في من الديف داشبورد اعتقد ما هو كيرو بلس 2 يعني بس 2 يلا امرنا لله. طيب عايزين نعمل سيميليشن لسالينتي تمبريتشر تريسر سيلمنتس. خلينا نقول تريسر لا سوري سالينتي. احنا مش عايزين دلوقتي نختبر الملوحه اللي هتطلع من الافلونس ده هتنتشر ازاي وتاثر على ملوحه البحر. اوكي تمام فهنشوف السالينتي. سيبكم بقى من الحاجات الثانيه دي. عايزين نحط ويند ولا لا؟ عايزين نحط ويند تمام. عايزين نحط سيدمنتس. لو انتوا عايزين نشوف تحط ازاي قولوا لي. دي بروسيسز بعد دي فيزيكال بروسيس. طيب الانيشال كونديشنز بتاعت اي موديل لازم عشان يبتدي من وضع معين. الووتر ليفل طبعا بصفر والسالينتي هنحطها ب 38 بي بي تي تمام بارت بير ثاوزند والووتر ليفل بصفر في البحر تمام. باوندريز الباوندريز بقى الباوندريز دي حدوته قبل ما ندخل فيها خلونا نسجل اللي احنا وصلنا له. نسيف الام دي اف فايل. ام دي اف فايل ده هو ده الهيدروليك او الهيدروديناميك الفلو موديول. اوكي سيف ام دي اف سجلها جوه الام دي اف. هنسجلها ايه ترايل 01 No file names beside for uniform wind data. اوكي طبعا هو هيزعل دلوقتي مننا لان احنا حاجات كتير ما ايه مسايبناهاش. خلينا نروح نجيب الباوندري كونديشن من ديلف الداشبورد عشان نجيب منه التايتل داتا. احنا جبنا منه باسنتري داتا هنجيب منه كمان التايتل داتا. دي الباوندري كونديشن يعني ولا هنستخدم تايتل داتا في الباوندري كونديشن ك هي الكنترولنج اساسا ده فلو فهي في بالظبط. احنا عايزين نشوف الووتر ليفلز بيحصل فاريشن ازاي المايه بتدخل منين بتخرج منين كل ده بيتاثر بالتايم. الويفز مش مهمه هوريكو مهمه بس احنا من غير الويفز احنا مور كونسرفاتيف. احنا كده بنمثل وضع اخطر من لو في ويفز. لو في ويفز بيحصل فلاشنج بالبحر على طول. من غير الويفز احنا بنمثل وضع اسوأ كمان من الويف. فاحنا لو عملنا موديل من غير الويف طلعت سيف فهي اكيد سيف بالويفز. لو طلعت ان سيف ممكن نحط الويفز بقى ونشوف بقى تطلع ايه. فدايما شيء نوفر وقت في الموضوع ده الاول ما نحطش ويف بعد كده ممكن نزودها ولو عرفته برضه بتعمل ايه. طيب خلونا نبتدي نعمل الباوندري كونديشن. ندخل هنا احنا متعرفين زي ما انتم فاكرين الكورن سيستم اول حاجه. بعد كده دخلت قلت له اعرف لي الوركينج دايركتوري. بعد كده قلت له من التول بوكس خليه موديل ميكر. وجيت من الدومين حطيت الباسيمتري وعرفت هنا من جريد اهي حطيت الباسيمتري وحطيت دي. ممكن نيجي هنا دلوقتي في الباسيمتري ونقول له اوبن باسيمتري فايل دب 001 دي خليها 3 نعمل له ابديت شويه لان احنا كنا لما قلنا له جنريت طلع جاي حاطط لنا هنا دب 001 اوكي احنا غيرناه. طيب ممكن نيجي هنا بقى تاني فين نرجع بقى للتول بوكس. طيب اللي احنا كنا بندور عليه هو احنا قلنا تول بوكس موديل بيلدر نقطع التول بوكس بدل حاجه جديده لسه هنجيبها من على الداتا بتاعتهم. جميل تمام. هنرفع الكويك مود وهنقول له ميك اوبن باوندريز. ايه رايكم في الحته دي بقى؟ دي حاجه جايه مننا. يقول لنا عايزها كام سيلز بير سكشن يعني شريحه للباوندري الواحد عايزه كام سيل يعني ممكن نقول له باوندري يعني بير سكشن بير سكشن السكشن. فاكر لما انا قعدت اقسم الويست على اثنين اه دي كده تو سكشنز
ممكن اقسمه على خمسة. حطيت له جنب او سايد وهو هيقسمه لكذا. لا مش حدد له سايد، هو هيفهم من الجزء المعرض للميه كله، هيحط له باوندري اي جزء منسوب الاليفيشن بتاعه او البسنتري بتاعته تحت الصفر او بالبوزيتيف يعني هيحط لها باوندري. تمام. اي حاجه بالنيجاتيف يعني تحت ده مش هحط له حاجه. ما خلاص هو خلاص بقى ارض. تحت ده بالنيجاتيف فهو فاهم ان ده ارض. ده هيقوم حاطط لك باوندري كده كده كده. بس هيحط كام سيكشن؟ هو ده السؤال. هو ده بقى هو بيسال هنا بيقول عايز كام سيكشن كام سيكشن. فانا هقول له مثلا 10 مثلا، هيعد كل 10 يحط واحد. كل 10 جريدز يعني كل 10 سيكشنز. سيكشن اللي هو عنده دي بالظبط كده، هيجي في الاخر هيلاقي مثلا 5 يحطه. جميل. يعني هيكمل بالاخر. دي تفرق في ايه؟ كل ما نقللها هتبقى احسن. ليه بقى؟ لان هو هنا بيجيب الداتا عن البدايه والنهايه. ما بيجيبهاش في النص. دي تعتبر انيشال ميز. دي تعتبر باوندري كونديشن. بيتعاد بيكرر during the war simulation. قاعد بيشغال ده الـ types ده الـ pattern بتاع الـ types. طيب هنا لو حطيتها له 100 هياخد دي واحدة دي واحدة دي واحدة كده، جايب لي داتا هنا وهنا 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 بس. لو حطيتها له 10 هيجيب لي الداتا عن كل intersection. اوكي فاحنا نقول 10. قبل ما ناخد الـ step دي هنختار tpxo 8 دي جديدة. والله عملوا ابديت للبتاع في حاجات كتير. انا كنت بستخدم 7، خلينا نكمل عليه لاني مش عارف 8 ممكن يبقى بايظ. خلينا على 7 دلوقتي، هو شغال كويس. ميك باوندري كونديشن، هبقى اجرب 8 بعدين. ماشي. بصوا دوت بي سي اي باوندري كونديشن. تمام. هنخليها اسمها اودري ولا حاجة. بس مش هنحطها هنا بقى، هنحطها في ال هنا. ماشي. طب وكده الباندر كونديشن دي عندي داتا ايه فيها؟ ايه؟ عندنا constituents بتاعت astronomy. بص هي لسه حتى الان احنا لسه ما عرفناش اي داتا، لسه ما عرفناش. احنا كل ده بنحدد الفيزيكال باوندري. اوكي يبقى هنا ده كده bound condition. تمام. راح حصل ايه بقى هنا دلوقتي؟ مش هعدلش برضه. ثانية اقول لكم حاجه، ميك باوندري كونديشن هي اتقالت لما احنا المفروض تقرا دلوقتي، هي المفروض تتعمل اصلا، اصبر عليها شويه بس. سوري، هنا المفروض انا بقول له ميك باوندري كونديشن من غير ما يبقى عندي اوبن باوندري. الاول بقول له ميك اوبن باوندري. تمام. بعمل البي ان دي فايل. البي ان دي فايل ده اللي بيعرف الخطوط. هقول له هنا boundary condition. بصوا اهو اتحطت اهي. جميل. لو جينا هنا في ال boundaries تقول هو خد الخطوط بقى اللي ايه؟ بصوا اهي. كل اللي فاكرينه ما عدا نرسم هو عمل لنا كل ده دلوقتي. هنيجي بعد كده هنقول له برده من كويك مود من نختار ال tpx07. ده بيجيب داتا كويسه، نقول له ميك boundary conditions. جميل. حلو قوي. BCA ده معناها ايه؟ ان هو هيجيب لنا boundary condition astronomical. ممكن اعتقد نغيرها لو جينا هنا ووقفنا على واحدة واحدة تقريبا water level بدل من astronomical نقول له هاتها مثلا type series بتاعه. بس astronomical اعتقد دي احسن حاجة. اوكي تعال نرجع. make boundary condition هنسميها نفس الاسم boundary condition generating boundary condition. النت لازم يبقى هنا بقى كويس قوي، لو النت تعبان هيحط لنا فايلات فاضيه. والله النت من دول غير كويس هنا، مش كويس مش عارف. انت داخل على نتورك مختلفه. داخل على ايه؟ اهو اشتغل. انت بتيجي طيب بصوا كده جاب ايه بقى الداتا في الباوندري كونديشن. هنا هنيجي هنا نقط هتلاقوا في باوندري كونديشن دوت بي ان دي ودوت بي سي اي الاثنين دول. اتاكد اعاده تسييب بس هي كده متسيبه. اوكي تمام. ودي كمان متسيبه. تمام. هتلاقيهم ظهروا في الام دي اف فايل دوت بي ان دي ودوت بي سي اي. لو فتحنا دوت بي سي اي بصوا هتلاقوا هنا بيقول ايه بقى. اول
واحد اهو نورث 1 ده يرص الداتا بتاعت اللي هي الكونستيتوينتس بتاعتها. اوكي عامل 21 كونستيتوينت بيطلع. اما بقى بي ان دي فايل بيعمل ايه؟ خلينا نشيل الورد راب دي. نورث 1 بيرص من ستارت للاند من مش عارف انا مش فاهم ايه ده كبرت معاك. ندخل نرجع بقى لايه للموديل بتاعنا في الفلو موديول نقول له اوبن الام دي اف فايل فاكرينه بتاعنا ده اللي قعدنا نعرف الحاجات دي فيه. احنا وقفنا عند الباوندري كونديشن المره دي نقول له اوبن هنقول له هنا اوبن دي ام دي والاسترونوميكال فلو كونديشن اوبن بي سي. احنا كده بقى عندنا باوندري كونديشن كمان دخل للموديل. جميل. يبقى فاضل ايه بقى فايل نيم انون اوكي دخل. احنا خليك فاكرين معرفين الويند ومعرفين السالينيتي. فدام معرفين السالينيتي محتاجين ندخل فايل اسمه الترانسبورت بيعرف الترانسبورت كونديشن بتاع السالينيتي. لو جينا هنا نوقف على اي باوندري منهم بيبقى تقيل بس شويه عشان واخد داتا كتير بصوا نقف هنا اهو نورث 2 مثلا هيقول لنا النوع ووتر ليفل استرونوميكال ممكن ندخل حاجه ثانيه بس هي اللي داخله استرونوميكال ممكن نتفرج على الداتا نتاكد ان هي دخلت ايديت فلو كونديشن اهي ام 2 اس 2 ان 2 دي الاسئله دي داتا كونستيتوينتس اوكي دي الداتا بالظبط الداتا اللي دخلت كلوز نبتدي ندخل على ترانسبورت كونديشن. محتاجين نعرف الـ salinity عند الـ starting of simulation والـ ending of simulation تمام؟ ابتدى بكام وانتهى بكام؟ غالبا دي ممكن نعملها من جوه يعني بصوا انا هعمل ايه؟ هسيبها على كده واطلع فايل واعدله بحيث ان احنا ما نقعدش ندخل في كل واحده هما كتير قوي عشان ما نقعدش نعدلهم manually. وفي حل ان احنا ممكن احنا عايزين في البحر يكون بكام؟ اللي بيدخل من الباوندريز يكون 38 نقعد نعمل كده ندخل في الثانية هنتشلل اكيد هو اساسا بتنزل بالراحة ايه مش حل عملي خالص يعني ايه مش حل عملي مش حل عملي بالظبط. فالحل العملي بقى ايه ان احنا ندخل هنا open and save ونقول له save الترانسبورت كونديشن اللي موجود نسميه هنا ترانسبورت .bcc دي مهمة bnd bca ده الاسترونوميكال داتا والترانسبورت كونديشن بالظبط فايل سيف ام دي اف ماشي بيشتكي ان في فايلات ناقصة لسه ما دخلتش نيجي على bcc ترانسبورت .bcc بصوا بقى بيعمل ايه هنا بقى اول باوندري سكشن 1 تمام يونيفورم اسمه نورث 1 تمام نوت ايكوي ديستنت لنوع الجريد او تايم فانكشن الريفرنس تايم 2016 12 20 وبين مينتس يعني هو التايم اللي هو بيعرفه هنا ده ان مينتس تمام ده شيء الاسبوع يعني لو حسبنا من بدايه الصفر الصفر ده متناسب للريفرنس تايم ده تمام والتايم اللي هنا ده اللي هو الاسبوع in minutes اوكي دي البيانات اللي احنا محتاجين نعدلها كل دي احنا ممكن نعمل ايه كده كنترول سي احنا عدلنا واحده هي دي الخدعه بقى اقول لكم على حاجه اسهل كمان find replace find replace replace with replace this I'm trying to call you control C control V this all بس خلصنا. ايه رايكم في تسييب الوقت؟ لازم هو مفيش حاجه دايما بتاخد وقت طويل عشان تدخل لو لقيتوا الدنيا بتطول دي معناها ان انتوا بتدخلوها بطريقه تقليديه قوي بس
سيف. محتاجين بقى نرجع هناك في الموديل ونلود الفايل ده تاني عشان يقرا ده. لو احنا كنا لسه فاتحينه مننا قفلناه وفتحناه فهو غالبا هيقراه اوتوماتيك. تعال نتاكد من الموضوع ده. هيفتح يا سمسم بياخد دخلوا السالينيتي ده بتاع ايه؟ السالينيتي دي بتاعت الباوندريز. السالينيتي اللي بتدخل من الباوندري من البحر. طبعا ستارت وين مش ممكن على الاند يكون اختلف ولا هو طول العمر هيفضل السالينيتي في البحر واحده الا لو جبت بحر تاني زي البحر الميت ودلقته في البحر المتوسط. السالينيتي بتاع البحر المتوسط بس هي بتاع بتاعنا ده مش هيأثر على السالينيتي الا تأثيرات خفيفه في المنطقه اللي حواليها. بس الباوندريز البعيده على 5 كيلو دي غالبا هتبقى هي دايما بتدخل. لو لقينا التاثير وصل لغايه التايدز يبقى احنا محتاجين نكستند اور موديل يعني نكبره حبه حوالين الباوندريز اللي احنا حاطينها. جميل جميل. تعالوا ناخد واحد بعيد شويه وريني الترانسبورت. اتاكد ان هو دخل. اوكي دخل. اتاكد ان احب ابعد بقى. عجيبك مهند يا عم شغل تاريخي يا جدعان. بتحصل الله. بتحصل ممكن يبقى في حاجه في الكوبي والريبليس حصلت. طيب خلصنا الباوندري كونديشن. ندخل في الفيزيكال بارامترز. احنا معرفين في الفيزيكال ايه؟ ويند و سالينيتي. وسالينيتي سالينيتي دخلناها في الباوندري كونديشن وفي الانيشال كونديشن 38 و 38. اللي فاضل لنا الويند. الويند احنا ممكن نديها له يونيفورم وممكن ندها له يعني ليه نعرف الويند؟ ما الويند هت انديوز ويف. الويند هت انديوز ويف ولكن احنا اللي يهمنا برضو السيرفس فلو. يعني الويند بتاثر جامد على الفلو بتاع السيرفس. لو احنا شغالين 3D ممكن نشوف الفرق ما تاثير الويند على التوب سيرفس وازاي ما بيأثرش تحت. كل ده هيبان. احنا خلينا نبتدي يونيفورم. تمام هنعمل الانتربليشن لينير ستارتنج. هو مش شايف الانتربليشن احنا غالبا هندخل له نفس الفاليو 4.5 متر. سوري دي ايه 4.5 ده في المنطقه دي عارفها من المنطقه. تمام فاحنا كده عرفنا الماجنيتيود. الدايركشن بقى الدايركشن في تو سيستم لحساب الدايركشن. في الكارتيزيان سيستم اللي هو بيقيس من الاكس والواي دايركشنز. وفي النوتيكال سيستم وده اللي دلفت شغال بيه هنا ده اللي احنا شغالين بيه. النوتيكال سيستم بيقيس الانجل كلوك وايز من النورث دايركشن. حلو تمام بحيث ان احنا نقيس الانجل كويس بالظبط ونقول مثلا coming from 315. تعالوا ايه ال 315 دي؟ احنا لو حسبنا لفينا نص لفه نص لفه ايه زود عليها 90 بقينا جايين من الغرب للشرق. زود عليها 45 يبقى كده الرياح جايه من غرب شمال غرب. شمال غرب دي كده النوتيكال سيستم كلوك وايز من نورث دايركشن كامينج فروم 315. ده اللي احنا 315. اوكي عملنا الوين. ندخل في الفيسكوستي. الفيسكوستي في هنعتبرها يونيفورم فيسكوستي في الهوريزونتال ادي فيسكوستي والديفيسيفيتي. الديفولت بتاعها اعتقد 10 واحد. الديفيسيفيتي 10 والفيسكوستي ب 1 متر سكوير بير سكند خليها بالديفولت. الفيسكوستي يعني 10 والفيسكوستي اي ثينك الفيسكوستي 1 والديفيسيفيتي 10. هي داخله كده خلي الديفيسيفيتي 1. اوكي نخلي الديفيسيفيتي 1. ده من اصعب البارامترز اللي يعني ايه تقيسها يعني صعب قوي القياس. لازم قياس اسمه فلورومتر تمام بيقيس لك التركيزات يعني. فانت لو عملت ملوث ولا اي حاجه او ميه سخنه او ميه مالحه او اي حاجه تبتدي تاخد عينات وتشوف على بعد صفات معينه اللي بيحصل. فبتقيسها بالفلورميتر وبعد كده تعمل لها موديل كمان عشان تجيب الديفيسات دي. فمن اصعب البارامتر يعني. فبالغالب الناس بتضطروا وتعملوا يعني الناس المحترمه تعملوا سنتيفيك اناليسيس. الناس المحترمه تروح تطبقها ايه؟ في السريع. لان انت لو عملت ديفيسات كبيره قوي هيحصل ديسيبيشن بسرعه. تمام؟ يعني الميه اللي انت بترميها مثلا لو ميه سخنه هتلاقيها في وزن اريا قليله قوي خلصت ضاعت يعني حصل لها ايه
الفيوجن خلص. لو انت قللته قوي هتلاقي الفيوجن هيصير قوي هتشوفه خالص يعني هتعمل زي الفيوجن مرابطه قدام اخر الحاجات اللي ايه يعني المزعجه يعني تبطل فعملوا لهم واحد عشان يبان يعني تمام. طب بالنسبه للفيسكوستي لقيت الفيسكوستي سيب واحد تمام اوكي. ندخل على الرفنس. الرفنس احنا في تشازي في مانينج اكويشن في وايلد كول برو هنشتغل مانينج نعرفها 0.025 او 0.02 كانها بير سويل 0.02 تمام. اليو والفي اليو والفي الفيسكوستي بتتعرف في التو دايركشنز الاكس والواي او الام والان او اليو والفي فدي في اليو دايركشن ودي في البي دايركشن بالظبط. اه لو ممكن ندخلها له سبيشالي فاليد على الجريد ندخلها له من فايل في ساعتها بنكريت اليو لوحدها والبي لوحدها بعد كده ناخد البي كات ونحطها تحت الاكس تمام تحت بتاعت اليو ونحطهم له في فايل واحد دوت دبس تمام. بتغير بعد كده الفورمات بتاعت بدل دوت دبس تخليها دوت ار جي اف وبنعرفه له هنا من الفايل ده بس لازم نعرف ده الاول وده الاول من الكويكن وبعد كده ناخدهم كل واحد لوحدهم ونحطهم في فايل واحد ورا بعض ننهي له. الكونستنتس غالبا دي ما حطيتش حاجه بتعدل فيها جرافيتي ووتر دنسي في البحر 1024 او 27 تقريبا اير دنسي تمبريتشر تمام اوكي دي ممكن نخليها خليها 20. طيب ندخل في المرحله اللي بعديها نيوميريكال بارامترز واللي بعديها اوبريشنز. الاوبريشنز دي بقى دي اللي هنحدد فيها الديشارج بوينت اللي بترمي في وسط البحر يعني احنا عندنا هنا في الفيجواليزيشن خلينا نفتح اوكي لو فتحنا اللاند باوندري هتلاقوا ان هنا دي البوينت اللي احنا بنرمي عليها عشان نحدد مكانها بالظبط محتاجين نعملها احسن من جوه ال visualization area zoom box. هندخل نحط edit discharge هنقول له add ونديله نقطة في المكان ده اوكي خلاص نقفل ده هنسميها effluents ونوعها هيكون normal effluents بيرمي ماء عادي خالص وبترمي بمعدل ايه بقى من هنا من ايد الداتا الفلو والسالينتي السالينتي وليأخذ مثلا كنا مصطفى نحط فلو سالينتي الافلونس قد ايه لو ميه مالحه لو ميه جايه من برايم يعني معالجه محطه تحليه تمام يبقى مش اقل من 300,000 طب لو ميه واطيه منخفض ميه ايه؟ لو ميه متعالجه من محطه معالجه ميه ملح بالكامل 35 برضه بر تريلي البحر المتوسط بيروح اقل في البحر الاحمر بيروح اعلى يعني في البحر الاحمر تحطها 45000 45000 ده برضه بر مليون ها؟ يبقى كام برضه 45000 بي بي تي لا بي بي ام دي صغيره خالص 45000 هي هي ايوه صح هي لا مش هو بس هو بيتي عملها 35 ايوه هو 38 هي 45 يعني عندنا 38 بي بي تي بي بي تي 45 45 بحر احمر البحر المتوسط كان 35 36 37 الميه بقى اللي بنرميها تبقى كام؟ ميه بنرميها ميه بنرميها ميه ابراهيم بقى معامله 300000 بي بي ام تبقى 300 ده دي لو برايم طيب لو ناتج بقى محطه معالجه صرف زراعي صرف زراعي وصرف صناعي يبقى ممكن ما تبقاش ملحق يعني ايوه دي هتبقى بتنضف البحر تمام بس هتعمل تشينج في السالينتي تعمل تشينج في السالينتي بتغير يعني عملنا مشروع كنت قلل السالينتي اصلا ايوه ما قلل السالينتي هتكون عليها بتغير في الايكو سيستم مشروع بيقلل السالينتي فانا قلت لهم يعني ايه المشكله انا جميل زي الفل قال لك لا ايه بيأثر على الكائنات البحريه يا جدعان طب ما انتوا كل المصفات بتاعت المحررات والمصارف والفرع الرشيد والفرع الكوميات قال لك لا دول طبيعي لكن انت مفيش صناعي انت اللي عامل كده ايوه في كائنات بتحب الملح احنا بنحب السكر
اوكي الفلو، طب الفلو نحطه قد ايه تقريبا؟ الفلو حطه لما قلت لك ان ده اضرب الفلو ان انا مش عارف 10 يبقى مش موجود. نحط لهم مثلا حوالي نحط لهم 4000، حط لهم 50000 متر مكعب يوم. يوم اوكي 24 60. حاضر 50000 متر مكعب في اليوم 20 5 8 5 8. حلوة كده. انا بلطبي عجيب. مش دكتور مصطفى قال لكم بحب الاكيرسي بس سالينتي قلنا نحطها ب 300 بي بي تي. احنا دي لو محطه نعتبرها ان احنا محطه تحليه بقى في 2D ولا عرفوا يعني 3D. قلنا يعني 2D وازاي نخليه 3D وازاي ما دخلناش في التفاصيل قوي. لا هم عشان تمام اوكي تمام كده ده خلص الاوردر كلوز. كده عرفنا الافلونت وعرفنا الفلو سالينتي بتاعته. تمام بص بيتعرف الام والان احسن حاجه نعرفه من الفيجواليزيشن اريا. ندخل بعد الاوبريشن في المونيتورنج بقى ازاي نشوف الاوبزرفيشن بوينتس والدروبس اللي هي علامات على الطبقه اللي فوق من الميه بتتحرك مع السيركيليشن والكروس سكشن. تعالوا نقاد كل الكلام ده من هنا. طيب هنعمل زوم بوكس. اول حاجه بنحط بروب. بروب دي العوامة يعني نحطها هنا نشوف المايه اللي هتطلع من هنا هتتحرك ازاي. تاني حاجه نحط observation points زوم ريسيت وعاد observation points. هنحط واحده جنب الباوندري كونديشنز نتاكد ان الباوندري كونديشنز بس شغاله كويس. تمام المفروض نسميهم بحيث ان احنا نعرف فين المشكلة لو حصلت يعني. اوكي نرجع على الـ Visualization Area نحط Cross Section أو نحط Observation Point كمان جنب المكان بتاعنا. دي اهو تروح مثلا هنا واحدة تمام. ممكن نقول له موديفاي يحطها دي هنا. اوكي دي نخليها افلونت رايت افلونت ليفت. نرجع نحط كروس سكشن او حاجه كده زوم اوت. ادي كروس سكشن زوم اد كروس سكشن. زوم عشان يظهر لنا التغيرات على مدار الكروس سكشن ده. احنا شغالين 3D بتبقى حلوة قوي. نشوف الريزلتس. مديته شوية بس دايما الحاجة اللي بتضيفها الأول بتتكتب الأول اللي أنا كنت واقف عليها آخر حاجة هي اللي بتبان. لا يعني بص أنا دلوقتي واقف على الفيرتيكال تمام. أفتح ده بص ده الفيرتيكال اللي بتتعلم بالأحمر. بتبقى واقف عليه آخر حاجة اللي بتتعلم هناك بالأحمر بتلاقيه هنا واقف عليه. ماشي أوكي هنقول هنا دخلنا كده إيه
بروكس كروس سكشن اوبزرفيشن بوينتس اديشنال بارامترز دي حاجات بقى اخرى عايزين نزودها على الموديل. اوتبوت الاوتبوت بقى داتا دي مهمه جدا بنحط الماب ريزلتس ففي ماب ريزلتس والهيستوري ريزلتس بنقول له سجل لي النتائج بتاع السيميليشن في الريزلتس كل قد ايه يعني اقرا النتائج وسجلها كل مثلا ساعه احنا نقول مثلا كل ساعه تمام هنا نفس الكلام الهيستوري ريزلتس بيطلع لنا نتائج المونترنج ستيشنز والاوبزرفيشن بوينتس والكلام ده الماب دي بتطلع الخريطة كلها طيب ستور كوميونيكيشن خليها بصفر الستار تايم دي ممكن نخليها مثلا تتعمل كل لو احنا بنسيميليت على مدة كبيرة زي سنة ممكن نقول له كل شهر خد لي الستار تايم بحيث لو النور قطع نقدر نبتدي من اخر الستار تايم طلع كانيشال كونديشن ونكمل عليه بس مننا هنا بنسيميليت مدة قصيرة ومش فارقة اوكي تمام التايم دوت لازم يكون يقبل الاسم على التايم ستيبل احنا عندنا 60 و 0.15 هتقبل سايب الكلام ده كله نقول له سيب اول في حاجات كتير ما سايبتش زي كروس سكشن والاوبزرفيشن بوينتس والديب دروكس تقريبا ديتشارج تقريبا دي بروكس بس انا سميت تاني بقى غلط ودي البنت كل دي حاجات لازم تاني كل الفايلات دي لازم تبقى موجوده عشان الموديل يرن ونقول له سيف ام دي اف فايل اكزت كده احنا جاهزين ان احنا نرن البرنامج نشوف بقى ايه المشاكل اللي هتطلع علينا كايرورز بقى وبتاع محتاجين نصلحها ان شاء الله ما يطلعش حاجه Browsing the MDF file اللي عايزين نعمله run in order to even start it. Okay. Starting Delft3D computation. Child process exit abnormally. تمام؟ يبقى كده أو في مشكلة في السيتنج بتاع الموديل. بنروح نشوف المشكلة دي في اللوج في فين؟ لوج فايل؟ الدياجنوستيك فايل. لا. بيحط TD دايب جنبيها اسم ال نفتحه على التكست نوتباد ونشوف المشكلة فين مسج كل دول عادي error first time in transport BCC bigger than simulation start time ال transport BCC أكبر من simulation start time تعالوا نشيك simulation start time وال transport BCC دي اللي عدنا نعمل فيها copy paste open email time open نفتحنا ادي time دو time frame بتاعنا هو ال key simulation start time ومدر بس بياخد وقت عشان يفتح 20/12/2016 وبي اس 4 ده ال simulation start time طيب ال transport condition كان موجود جوه boundary condition هنا 20/12/2016 بصوا دي بقى هي دي المشكله شفتوا احنا بنكتب في اول واحده كان 38 في مكان غلط تمام هنقول له كلوز اتاكد كده في اي غلطه تاني احنا غالبا في غلطات فاكر احنا خدنا اول ثلاث مرات خدناها كلها كوبي وبيست فهي هتبقى لا لا هي اول ثلاثه بس اللي خدتهم كلهم بعد كده عملت طيب فاحسن حل ان احنا نعمله ان احنا نطلع على الترانسبورت فايل نظبطه ونرجع نعمل الترانسبورت دوت فاكرين كان ايه اللي هيقول لي ترانسبورت ده يعني انا مسميه دوت بي سي سي هو بيبقى دوت بي سي سي بصوا 3.8 اهي لا في مشكله ده في مشكله 3.8 اعتقد لو خدنا اخر واحد هيبقى كويس 3.8 اعتقد بقى كله كويس ممكن نرن ونشوف لو في لسه مشكله هيقول لنا عليها طيب تعالوا مش عارف تعمل ايه
سيف ايه خلاص سيف قول تحت بقى اصلا. بص سيف قول دي عشان عدينا لنا حاجات. خلاص قول سيف قول دي رايت على اللي فات ونقول اكزيت ونستارت من اول وجديد ستارت. اوكي ان شاء الله يشتغل شارت بروسيس اكزيت ابنورمال كده. لسه في واحده ما عدتهاش اكيد. ايوه انت كنت فاتحها اصلا ورحت قفلت ورحت هناك بالظبط كده عشان كده ثالث واحده. طيب طيب عايزين تعرفوا بالظبط هي فين. ممكن نعرفها من هنا. First time in transport VCC start time ماشي مش هنعرفها بالظبط. نزعب الكلام ده. Boundaries افتحي يا سيب سيب هذه Boundaries ثالث واحدة ثالث واحدة هي تقيلة شوية هي طويلة شوية. Transport conditions هيفتح دلوقتي اهو هنشوف 38. I'm sorry كهرباء بقى هتلاقيها سليم هنفضل نمشي لغاية ما نلاقيها ظبطت. طيب هنا الترانسبورت كونديشن راح ناخد معلم كوبي. انت اطلع بقى الفايل الاولاني اطلع كل واحد من اللي فوق ارجع من اللي فوق واشتغل عليه سيف نسيب اول على ده سيف كلوز اتاكد من اول واحده كويسه واخدها هي الايه الريفرنس بتاعنا مش هينفع ريبليس كويس هينفع ريبليس. هي دي ترانسبورت بي سي سي. بصوا الصفار ايوه دي لغايه الاخر على فكره المشكله دي ايوه هم عارفين نروح هنا كوبي ان جي تريس ايوه يا نهار ابيض شفتوا مش قلت لكم في غلطات دايما بتحصل في الكوبي ان جي تريس هيغير لي الباقيين برضه هي دي نعملها واحد واحد. لا مش لازم نعملها واحد واحد انا اصيع. بص انا ريبليس ادي ريبليس احنا عايزين نحط ايه دي احنا عايزين نحط ده هما هحطها مكان 3 بوينت 8 الماوس كله. لا 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 بص احط ده مكان ده هيفهموا اكيد فيس اول تعالى كنترول اند ايه رايك اشتغل طيب سيف سيف از لا هي سيف بس فايل سيف كلوز. نرجع هنا بقى عشان احنا ما قفلناهوش فتحناه فلازم نيجي هنا ونقول له اوبن ونلود تاني كده عمل ابديت الداتا الموجوده جوه. جميل اوكي كلوز خلص بس راحته هو البطارية عندي بتموت خلاص فايح نشوف المية كلوز خلاص احنا هنخلص قبل كده طيب نجرب نرن سيف ام دي اف ان شاء الله تشتغل. ده دي مشاكل بسيطه يا جماعه دي مشاكل بسيطه. ستارت جميل ستارت اوكي كده جميل. تعالوا نشوف بقى بصوا عدى الخبر بس اي رن قد ايه بقى في نص ساعه نروح نحط كده بس كده نروح نحط يا جماعه نقابلكم بعد ما يخلص السيميوليشن. اوكي هو دلوقتي احنا رن على اسبوع فهو كده غالبا هياخد وقت شوية وانا كمان كنت عامله باور سيفر للأسف فكان هيتأخر. اوكي انا دلوقتي عملته هاي بيرفورمانس و هوقف السيميليشن و هنعدل شوية في الموديل بحيث ان احنا نخلي سيميليشن تايم يوم واحد بدل 7 ايام هنقلل الران تايم 7 مرات. اوكي ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. ندخل نفتح الموديل تاني تايم فريم ده اللي بيحدد فيه السيميليشن تايم بدل ما هو 7 يوم واحد وهنا هنعدلها برضو واحد. اوكي هنقول له سيف ام دي اف and exit start و okay
انا ممكن اتكلم وبعد السمسار اوكي هو دلوقتي هياخد 3 دقايق بدل 25 دقيقه تمام اول ما يخلص نرجع نشوف النتائج عامله ازاي كده الكمبيوتيشن خلص تمام زيرو ايرورز فور وورنينجز تمام مش مشكله الورنينجز دي تعالوا نشوف الورنينجز دي الورنينجز هتلاقوها في الدايجنوستيك فايل هو ده warnings latitude of your model is 0 degree model located at equator بصوا latitude و longitude ممكن ندخلهم لهم بس ما لهمش لازم اعتقد لو دخلناه file will not be created cross effect يعني في حاجة من الارض القوية مش سو زمان لو قال لي من 50 كيلو ممكن تمشي في الدرجه دي تمام دي حاجه ثانيه بقى تايم زون انت في انهي تايم عشان ياخد الاعتبار بقى ايه لان هو الحاجات اللي انت هتطلعوها من ديفت داشبورد هتلاقيها متظبطه على جيم شيب احنا حطينا في التايم زون 2 بلس جي ام تي يعني عملتوه كده يبقى هو اكيد صح بقى اوكي المينيمم لير ثيكنس 0.1 دراي مش عارف ايه از تو لارج فور فيرتيكال جريد لاير بصوا عامه الورنينجز ما بتبقاش حاجه الورنينجز يعني المرحله دي يعني لسه بدايه خالص يعني هي الورنينجز واحد معاها الايرور هي المهمه اوكي الحاجه اللي انا عليها ارد عليك عامه الورنينجز دي عادي ممكن دلوقتي ما نبصش عليها يعني الايرورز هي لو حصلت هي دي اللي تعمل مشكله تمام في ده كونكلوجن للبرفورمانس بتاع السيميليشن وهكذا ده عدد التايم ستيبس الماكسيمم شكل حاجه كده ايه رغي ملوش لازمه في ده المهم ان احنا ندخل نشوف الريزلتس بقى عشان نشوف الريزلتس ممكن نقفل ده بقى خلاص نروح على دلفت جوه الفلو موديول هنقول له كويك بلوت احنا فاكرين احنا فين اصلا؟ اه اول ما فتحناه كان كده دخلنا جوه الفلو دلوقتي ورنينا هنشوف كويك بلوت كويك بلوت بتاخد عشان تشتغل لازم يكون الماث لاب تول اللي هي الام سي ار 2013 اي تقريبا هي دي لازم تكون موجوده جوه مع الفولدر اللي معاكم اوكي تمام يبقى كده ده هيشتغل لو مش مسطبه او فيرجن تايم مسطبه كويك بلوت ممكن ما يشتغلش هو بيفتح تمام كويك بلوت اتاكدت ان هو اشتغل لا يعني هو مسطب كله انا فاهم بس ممكن يتسطب وكويك بلوت ما يشتغلش برضه عادي يعني انا تحت في المعمل طب يبقى يشتغل ان شاء الله طيب اهو فتح كده الويندو دي هي دي الكويك بلوت تمام هنقول له اوبن احنا طبعا ظابطين الوركينج دايركتري بتاعنا فهيفتح لنا على طول جوه هنا بقى في كذا نوع من ريزلتس في دلوك باينري فايلز اللي هو دي للووتر كواليتي دلوك ده ووتر كواليتي على طول احنا بنرجع بيه احنا بندور على Delft3D output files بص اول ما اخترناها ظهر لنا دول ثلاث فايلات بالظبط دوت دات في trim ده الماب فايل map results والتري دي الهيستوري results والتريد دي الدروجز results دروجز اللي عايزين نتتبع حركة العوامات تعال نبتدي بالهيستوري داتا هيستوري ال TRIH دي بتبين لنا النتائج عند ال observation points زي مثلا ممكن نشوف السالينيتي عند اي واحده من ال cross sections بالظبط او دي observation points جنب ال boundary condition مثلا هتلاقوها دايما ال 25 تايم ستيب او ممكن نقول له النقطه لوقت معين احنا نقول له all time steps وريني كله يرسم لي chart كده كله 28 ده كده معناها ان احنا ده عند الباوندري فاحنا كده مطمنين ان ايه باوندري شغال حلو تمام تعالوا بقى نشوف عند يمين الافلوت بصوا بيحصل ايه 28 زاد قوي بعد كده ابتدى يقل
وصل ل 64 ل 46 ابتدى ايه يبقى كونستنت بعد كده عند الريت دوت. طيب تعالوا نشوف على الشمال نشوف وصل لكام. بصوا وصل 38 ما زادش قوي, ده معناها ان الويند بيروح على الناحيه دي بالظبط. الويند بيروح على ناحيه اليمين مش على ناحيه الشمال, عشان كده اتاثر في اليمين اتاثرش في الشمال. طيب ده مثلا السالينيتي. ممكن نشوف الووتر ليفلز, ممكن نشوف تعالوا نشوف الووتر ليفلز. تمام تمام حلو قوي الكلام. طيب عايزين نشوف الكروس سيكشنز. الكروس سيكشنز بنشوفها ايه؟ ممكن نقول له وريني الانستنتانيس ديشارج اللي بيعدي من الكروس سيكشن ده. عندنا تو كروس سيكشنز, كروس سيكشن بي اللي هو الواقف فيرتيكال والهوريزونتال. تعالوا نشوف الهوريزونتال تدي تشارج طالع نازل طالع, واضح ان التايد ايه بيلعب. وطبعا ده مش فتحه معينه يعني, لو بغاز هنقدر نشوف كل الديشارج اللي دخل واللي طلع, بس ده منه خط في البحر فمش فارقه يعني الميه بتروح وبتيجي فيه. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ طيب تعالوا ندخل بقى في results النوع التاني. ممكن نقفله من هنا نفتح واحد تاني, او ممكن نفتح كذا واحد مع بعض ونخرجهم. ممكن نعمل حاجات كتير. الماب فايل ده بقى فيه كل النتائج نقدر نشوفها للجريد كلها من هنا. دي جريد بتاعتنا, ممكن نقول له حط لي نقطة طلع لي النتيجة عندها او خط او خط كده او كده. تمام او خط احنا بنرسمه لغاية هنا. هنا ده شكل عشوائي او لا بياخد بالجنب يعني. تمام ده بيخليك في الاخر او ده بشكل عشوائي. اوكي دوت مين بقى؟ اوكي يعني في كذا نوع احنا عايزين نقول جريد دلوقتي. اللي بنختاره من هنا ونطلع نظهر له results هيبقى لنا كلنا. فاحنا بنقول m range and n range, نقول كل ال m وكل ال n عشان يظهر لي الجريد كلها. عايزين نشوف ايه بقى ال salinity. salinity لل 25 time step. تمام وريهم لي دي اشكال طرق عرض يعني presentation types. فانا بحب بصراحه contour patches with lines. اقول له فيك انيميشن, ده بقى انيميشن للموديل كله. شوف اللي بيحصل ده الافلوينت ابتدت تروح ناحيه الويند جاي من شمال غرب, واضح ان هي بتاثر على الشط في الحته دي. ممكن نعمل زومك شويه نشوف المنطقه دي كده مثلا. نقول له وريني ال 25 تايم ستيب تاني كونتينيو. ده على مدار اول يوم ابتدت توصل. بصوا القيم عاليه قوي قريب, وكل ما بتبعد بتقل لغايه ما بتبقى زيها زي البحر. تمام نقدر نعرف الاكستنت بتاع تاثير. لو احنا قانون يقول لنا مثلا لو زادت عن 5% من البحر, البحر 38 بالظبط. نقول مثلا لو زادت 5 درجات او لو زادت مثلا 4 درجات او وات ايفر يعني, ونشوف هيوصل لغايه نرسم عن تايم ستيب اللي هو اقصى واحد مثلا هيوصل لغايه فين. ونقول الحته دي كلها انسيف باقي كله سيف, يعني ممكن نعمل بيها حاجات كتير. دي نوع عرض. نوع تاني ممكن نقول له مثلا وريني كونتينيوس شيد. دي بيسيحها شويه لطيفه كويسه. في كذا واحده ايه كويسه. احنا الريزوليوشن بتاعتنا كويسه عشان جريد صغيره شويه, كل ما بتكبر بيبقى شكلها. طيب باتشز نطلع نجربها يعني. طيب في حاجه ثانيه ممكن نعملها, ممكن الكروس سيكشنز نستخدمها في ان احنا نشوف زي ايه. بصوا انا هاجي هنا هقول له حط لي لاند باوندري على اللي احنا فاتحينه ده عشان اعرف. هقول له حط لي لاين فين. Close show line boundary. لا مش line boundary. ايه الحكاية؟ مش عايز يفتح line boundary. بس اعمل ايه؟ عايز اجي اقول له حط لي لاين زي ده. اعمل شوف عنده results. كده
وهقول لللاين ده initial bed level طولي اللون الاسود ده شكل بص ده للارض عند متر ده البحر ينزل كده مش كده دي على جنب دلوقتي تقفلهاش ونقول له حط لي عليها الوتر ليفل بالقدر وآد تو بلوت تعالوا نروح نتفرج بقى مش اللي بيحصل ايه المايه قاعده بتتحرك طيب ممكن نرسم السالينتي نرسم السالينتي هنعرف نمثلها السالينتي عليها هنشوف هي لو 3 دي هتبقى احسن طبعا بس تعالوا نجرب يعني مش هنخسر حاجه تعالوا الاول ده ممكن نشيل ونحط على الحاجات الموجوده يعني احنا لو دلوقتي رسمنا الانيشال بيد ليفل باللون الاسود بيتقطع تمام وحطينا عليه الووتر الدنسيتي مثلا اللون الازرق اد تو بلوت وبعد كده قلنا عايزين نشيل الدنسيتي من غير ما نقفله نيجي هنا دنسيتي شيل الدنسيتي تمام ارجع هنا احط له اللي انا عايز السالينتي اد تو بلوت هي مش هيبقى ليها علاقه بالاليفيشن يعني ده اليفيشن ودي سالينتي بس واضح ان هي بتزيد في الحته دي طيب هنا على هنا تمام بص دلوقتي بقى دلوقتي لو عايزين نشوف احنا خلاص خلينا نقفل الكلام ده خلي دي مفتوحه عشان تاخد وقت عشان تفتح تاني طيب هنفتح ده احنا شفنا 2D عايزين نشوف بقى 3D هشتغلنا 3D اصلا ماشي طيب بص ده كده هي حاجه سهله قوي هنغيرها وخلاص هنخش نعمل عليها من جوه الدومين هو يفتح بس اوريك ادي الدومين ادي احنا هنا بنقول نمبر اوف لايرز هنخليها مثلا 3 تمام طيب بس هو اول ما ندوس بره changing the number of layers will destroy all boundary data except water levels فاحنا هنقول continue no وشكرا جزيلا دي حلقه جايه بقى اوكي يلا باي باي قفلت سعدي الله ينور خلاص خلاص قفلت ايوه على فكره دي طلعت